بقى بذمتك تقفل البازار ده علشان تفتح بقاله يا دوله؟ قالت ايه يا دي يا اهبل؟ لا 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 لا. انت متخيل يا دي يا رمزي يعني ايه 8000 جنيه في الشهر؟ يعني يجيبوا كام علبه تونه دول؟ لا لا لا، التونه دي هناكلها احنا ببلاش، لكن ال 8000 جنيه دول هيخلونا ناكل اللي عمرنا ما اكلناه قبل كده. ياه، واقعد انا بقى متفرغ بقى يا معلم لحياتي والبنتي والاشعاري. وبالمره بقى كان نفسي من زمان قصيده اكتبها اللي هي بتاعت يا مصر انا فضيت لك خلاص واتفرغت. طب يا دولة يعني ما فكرتش في رمزي ابن عمك حبيبك؟ انا هتفرغ ليه يا دولة؟ ما تقلقش يا رمزي، قلت لك عموما ممكن تيجي تشتغل مثلا تساعدني في البيت. خدام؟